السيد المسيح، ما دام نحكي عن مريم، السيد المسيح بشر به في مدينة الناصر. وين هاي الناصر؟ وين عكا؟ وين حيفا؟ في هذه النقطة إلى حد معين، هذه الناصر. لكن الولادة تمت تماما في بيت لحم، وبيت لحم هذه هون تماما القدس، وهذه بيت لحم هون عاد صار عندنا محلين مقدسين عند المسيحيين. رجع من بيت لحم اخذوه على مصر، رجع على الناصر مره ثانيه، بمعنى الناصر كانت له مرتين، محل البشاره للسيد العذراء السيد المسيح، والمحل الثاني هناك عاش لحد صار 34 سنه. الان على هذا الجبل طلع عليه كان عندنا موضوع اسمه التجلي. الان قبل ما نكمل في المره الثالثه هون اهل النصر والدنشية شعر هاي بحيره طبريه انتقل من الناصر لهذه النقطة بالضبط اللي اسمها كفر نحو. هون قضى ثلاث سنوات. ثلاث سنوات في كفر نحو، علم وشغل وكذا وكذا إلى آخره، قضية أخرى. وكان كل سنة زي اليهود في كل عيد، عيد الفصح بتاعه، ينزل من جبل طابور، بس كان يفوت شرق الأردن مش غرب الأردن. الآن بينزل من هون، وبعدين هون نقطة مهمة جدا، انتبهوا لكلماتي. نقطة مهمة جدا، هذه أبيها مثلا في هذه النقطة. نقطة اسمها كما نرى المغطس، وأنا بسجل كلمة المغطس. هذا المغطس بطرس المسيح بلاقي يوحنا المعمدان ابن خالته، بلاقيه هناك عمال بعمد وبالمي وكذا وإلى آخره. قال له بطل اللي عمد في المي، تعال عمدني. وقال له عدي يا زلمة، أنا بدي واحد يعمدني، جاي أنا عمدك. عمد هون واصبح هذا المقر اللي قال عليه مقر جدا مهم شرق اريحا، مقر جدا اسمه المغطس. لذلك هون منطقه اريحا غرب الاردن عندنا عدد كبير من الاديره، هذا مهم جدا. ليه؟ بسبب الموقع هذا بحد ذاته. بعد ما خلص من العمال انتبهوا لكلمتين، بيطلع هون بين اريحا وبين القدس بصوم 40 يوم. مشان هيك المسيحيين وصوموا 40 يوم قبل عيد الفصح، هذا مهم جدا. الان هذه المشكله إلى علاقه كبيره بقضيه الادله اللي بدنا نحكي عنها، نحن ما بنحكي عن الفراغ. لكن بما ان السيد المسيح اخر محطه له كانت القدس وين احنا موجودين، والقدس بالنسبه للمسيح هي مش قضيه ولادته، بيت لحم ولادته، ولا قضيه تربيته، ولا قضيه نشر الدين المسيحي حتى في نحو، انما القدس هي المكان الذي انتبهوا منيح صلب فيه السيد المسيح وقام من الاموات حسب الديانه المسيحيه. ولذلك القضيه كما مر في القدس هون تماما تاشر بس تصير هون تماما جبل الزيتون. على جبل الزيتون كان عم يصلي في قبل حقيقه وكنيسه الجسمانيه اليوم. هناك اليهود اجوا ومعاهم اليهود الاسخريوطي. اليهود الاسخريوطي قالوا هي قدم عليه قرن الجماعه تبعهم اللي ببوسه هذا ولانه كان معه 12 تلميذ او سبعه كانوا يصلوا. قالوا صلوا لكن لقاهم نايمين، تعبوا، اخذوا اليهود حاكموا صلبوا مات قبروا قام بين الاموات حسب المذهب او حسب الدين المسيحي. هذه الاماكن بالذات انتبهوا لعندي جذبت، وهذه نقطه مهمه جدا، جذبت المسيحيين من اقاصي العالم. ولذلك الأرض المقدسة ليست أرض فلسطينية فقط، إنما هي أرض أكثر كوزموس، هي أكثر عالمية. أول دير عندنا في هذه المنطقة اللي هي غزة. وهون إلى اليوم، أو إذا بدكم حطوا باء بتصير إلى اليوم، أول من أسس الرب الفلسطيني. أسسه هون لكن ما كفاش، حس إنه هو بعد شيء بنكمل. نزل عن طريق رفاه على مصر. بالضبط على البحر الاحمر هناك في عندنا غير القديس انطونيوس، راح تعلم منه كيف يتربى، كيف يكون راهب، كيف يتقشر، كيف الى اخره، والا اسس لنفسه اديره في منطقه ووصل الاديره بتاعته الى ديجيبريل. طبعا الى الشرق من مصر. احبائي كل المعبد، كل الذين ترهبوا واسسوا الاديره القديمه البيزنطيه في فلسطين ليسوا عربا ما عدا واحد بالصدفة القديس السابق راح شغال ابنه اللي شبه ابنه تنصر هو القبيله بتاعته، وحتى البطرك بتاع القدس هو نقطة مهمة جدا، عينه اسقف للحرب. أول محل خلينا نقول عندنا أديرة بكفر الحرب. هون
يجب أن أذكر نقطة جدا خطرة ومهمة جدا، انتبهوا لعندي. الأديرة في هذه الأماكن تتبع الطوائف المسيحية أو إذا بدكم رهبانات معينة يا صاحبي. كبر المحروم مع الأسف الشديد مقسوم على قسمين، اسمحوا لي هون أحطها على الورقة هاي ونرجع لهنا. هذه نضرب هون بحيرة طبيعية، قلنا كبر المحروم في هذه النقطة. هذه النقطة بالضبط مقسومة إلى قسمين، هذا حتى ثلاث أقسام. القسم هذا الشرقي هون للأرثوذكس، المحل الثاني اللي كبر المحروم هون النتيب انتبهوا فرانسيسكان، وهو قلنا أرثوذكس، وهون كمان مرة بنبكتيين. الآن خلينا أرجع لقضية الناصر، هون فيها مرة ثانية. الناصر طبيعي جدا، الناصر فيها الشعب، الناصر فيها التعليم، فيها 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 فيه الكنيسة بتاع اليهود، والناصر فيها الناصر. يعني 30 سنة الزلمة اللي يعيش هناك ما بتصير كل ديانات العالم، كل مذاهب العالم، وحتى المسلمين اليوم عندهم أربع جوانب في الناصر، بيأسسوا بالضبط في قلب الناصري أديرة عليه. هون بالذات في هذا الجزء اللي بقول تابوت، مرة ثانية عندنا تيغرين، يمكن الجو ندور أكثر، هون على القمة للاتين برضه للفرنسيسكان، حتلاقي على الطرف هون بالضبط للأرثوذكس، دير بار جدا مع الكنيسة. ونازل من هون على الطرف يوم الأيام في محل اسمه برقين، وفي برقين لحقوه 10 بورس، حط لمسهم من بعيد كله راحوا، مع انه واحد سابق رجع شكره. بعدين نيجي تماما للجنوب عندنا نابلس، يا عم نابلس في بير هون اسمه بير يعقوب، بير يعقوب نفسه وهو راجع المسيح من القدس ميل هناك، والتلاميذ راحوا يشتروا خبز او يشتروا اكل، لقى امراه واقفه على البير، عرفها حكى معها كشف لها، قال لها انت صرت متجوز ستي والسابعه ساعه الطريق، قال لها اسقيني، قالت له ايوه بس انت يهودي وانا سامريه ممنوع اسقيني، قال لو تعرفي مع مين عم تحكي كنت اكيد كنت بتطلب من ماء الحياه. فبقت البير لحد اليوم بس هي في ايدي الارثوذكس، في هناك دير وهو الى غير قضيه جبل جرزيم هون وجبل عباد او ولا شيء اطلاقا، بس جبل جرزيم هذا بكتب الكل مخصوص. الان ننتقل اذا بتسمحوا بيجي بالضبط لعين القدس، الى الشرق من القدس عند الجيل مارسل. كمان مرة حد قال لي حطيت لكم أديرة عديدة جدا منها برضه، اسمحوا لي أقول شيء واحد، في قلب القدس في الصحراء بتاعتها في عندنا وادي هون اسمه وادي القدس. في القدس نفسه في عندنا دير، والدير هذا لحد اليوم بعده فاعل اسمه بار جواريس أو بار جيريس. الآن في قلب الدير هذا هون في عندنا عيل لهذا المحل بالضبط، في عندنا عيل واحد اسمه خريطون رائد والثاني بعد إيراني اللي قلت عنه، إجا للعين هون واليوم هذا العين مخطو منها مي للقدس، مي القدس تقريبا معظمها منها. بنى أول دير هون، انتقل هون على جبل اسمه الكورنكوم كمان من الدير الثاني، بعد ما أسس الديرين ترك كل هذا ونزل لمنطقة الخليج جنوب القدس هون، هاي الخليج. إلى الشرق من الخليج، الشرق هون في بادية الخليج في البادية هون أسس دير في قلب وهذا المنطقة من قبل أديرة دير خريطة